يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض من ينسب إلى طلب العلم يقول إن معنى قوله سبحانه وتعالى وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، يقول إن هناك كائنات فضائية، يقول في قوله تعالى وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، يقول إن هناك كائنات فضائية أو نحو ذلك، وأن الله سبحانه إما أن يجعلنا نصعد إليهم أو أن ينزلوا إلينا أو أن نلتقي في النصف، فهل هذا الكلام صحيح وهل عليه دليل؟ يقول ما يشاء لكن نطالب بالدليل، يقول ما يشاء لكن نطالب بالدليل، فإن جاء بدليل وإلا فهو كذب، ما يقال في هذه الأمور إلا بدليل من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. منين جاء الكلام هذا؟ عنده دليل عليه؟ نعم.